السباق إلى البيت الأبيض الحدث الأهم الذي يحظى باهتمام العالم نظراً لتأثير سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب وأجندته على العديد من القضايا الإقليمية ورسم العلاقات الخارجية للولايات المتحدة. وتمثل هذه الانتخابات أهم السباقات في النظام السياسي الأمريكي الذي يهيمن عليه حزبان هما الديمقراطي والجمهوري، وإلى أحدهما ينتمي كل رؤساء الولايات المتحدة في العصر الحديث. وتشهد انتخابات 2024 منافسة شرسة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب. العملية الانتخابية بالولايات المتحدة تمر بعدة مراحل وتحدد شروطاً واضحة للترشح للرئاسة، أبرزها ألا يقل عمر المرشح عن 35 عاماً، وأن يكون المرشح من مواليد الولايات المتحدة، وأن يكون مقيماً بها لمدة 14 عاماً. ويعمل المرشح الذي يسعى لتمثيل حزب سياسي للحصول على أكبر عدد من الأصوات للترشح عن حزبه عبر جمع الدعم في المؤتمرات الحزبية، ومن الممكن الترشح كمستقل. وتعد الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية الخطوة الأولى في العملية الانتخابية، حيث يختار أعضاء الحزب أفضل مرشح من خلال سلسلة من المناقشات وعمليات التصويت، ثم يبدأ المرشح في عرض أجندته بشكل رسمي في مؤتمر لاحق للحزب معلناً قبول ترشحه هو ونائبه. وعلى الفور يجوب المرشحون الولايات ويركزون على الولايات المتأرجحة التي تلعب دوراً حاسماً في الانتخابات، لأنها لا تصوت بشكل ثابت لصالح حزب معين في كل دورة انتخابية، مما يجعل نتائج التصويت فيها غير محسومة، مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وجورجيا وأريزونا ونورث كارولينا ونيفادا. قبل الانتخابات العامة لا بد أن يسجل الناخبون الراغبون في التصويت بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتسجيل الناخبين، حتى يتسنى لهم الحصول على بطاقة اقتراع للإدلاء بأصواتهم بحسب الإجراءات المتبعة بكل ولاية. ويحق التصويت لكل مواطن أمريكي لا يقل عمره عن 18 عاما ويستوفي شروط الإقامة داخل ولايته، وأن يكون مسجلا للتصويت بحلول الموعد النهائي لتسجيل الناخبين. وللتصويت عدة طرق، ويمكن التصويت قبل اليوم المحدد للانتخابات في نوفمبر من خلال التصويت الغيابي في حال عدم القدرة على الحضور، وهو نظام يمكن الأمريكيين المتواجدين خارج بلادهم من طلب بطاقة الاقتراع والإدلاء بأصواتهم إلكترونياً أو عبر خدمة البريد. وأصبح نظاماً شائعاً في معظم الولايات، ولكن في بعض الولايات لا تسمح به دون عذر. أو التصويت عبر البريد، وهو نسخة متطورة من التصويت الغيابي، حيث يتم إرسال بطاقات انتخابية لكل ناخب مسجل في الولايات كي يستطيع التصويت عبر البريد، ويتم العمل به في عدد كبير من الولايات. كذلك يمكن التصويت الشخصي المبكر، إذ تفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لتسهيل الأمر تجنباً للازدحام أو من لديه ظروف تعيقه الذهاب يوم الانتخابات. وتختلف قوانين الولايات في هذه الحالة، إذ تتطلب بعضها عذراً من الناخبين وبعضها لا يتطلب. أما التصويت الحضوري في اليوم المحدد للانتخابات هي الطريقة الأكثر انتشاراً، ولكن لكل ولاية قواعدها الخاصة فيما يخص بطاقة هوية الناخب، فالبعض يشترط بطاقة هوية أو جواز سفر أو رخصة قيادة. وتعد تلك الخطوة هي الانتخابات العامة التي تتم في أول ثلاثاء بعد أول اثنين في شهر نوفمبر، ويطلق عليه الثلاثاء الكبير، وهو يوم يدلي فيه الناخبون بأصواتهم للمرشح الرئاسي المفضل لهم، كما أنهم يصوتون لاختيار أعضاء المجمع الانتخابي، أي المندوبين الذين يمثلون ولايتهم والذين تعهدوا بالتصويت مسبقاً للمرشح الفائز في الانتخابات العامة، ويطلق عليهم كبار الناخبين. نظام المجمع الانتخابي تم العمل به في الدستور الأمريكي بموجب المادة الثانية، وهو ليس منظمة أو تجمع بالمعنى الفعلي، تم إقراره ليكون حلاً وسطاً بين انتخاب الرئيس عن طريق الكونغرس وانتخاب الرئيس من خلال تصويت المواطنين في التصويت الشعبي، ويتكون من 538 مندوباً، وعدد المندوبين عن كل ولاية هو نفس عدد وفدها أي ممثليها في الكونغرس بغرفتيه النواب والشيوخ، بما في ذلك واشنطن ولديها 3 مندوبين. وتختلف طريقة اختيار المندوبين وفقاً لقوانين كل ولاية، ويتضمن التصويت للمرشح الرئاسي المفضل في ولاية ما
التصويت لصالح مندوبي حزبك في تلك الولاية، ومن ثم يصوت هذا المندوب فعلياً نيابة عن مواطني ولايته في انتخابات المجمع الانتخابي. هي الخطوة الرابعة والحاسمة، حيث يتجمع مندوبو أو أعضاء المجمع الانتخابي كبار الناخبين في أول يوم اثنين بعد الأربعاء الثاني من شهر ديسمبر من سنة الانتخابات، حيث يدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس ونائبه في اقتراعين منفصلين، ويدلي مندوبو كل ولاية بأصواتهم لصالح المرشح الفائز في الولاية في الانتخابات العامة. فالمرشح الذي يحصل على أكثر الأصوات في ولاية ما يحصل على عدد أصوات جميع مندوبي المجمع الانتخابي المخصص لتلك الولاية طبقاً لقاعدة الفائز، يحصل على كل شيء ما عدا ولايتي مين ونبراسكا، حيث يعتمد النظام النسبي التقليدي. في حين أن الدستور لا يتطلب من الناخبين الكبار التصويت للمرشح الذي تم اختياره من خلال التصويت الشعبي في ولايتهم، فإن بعض الولايات تتطلب ذلك، فقد يتم تغريم الناخب المخالف الذي يصوت لشخص آخر أو استبعاده أو استبداله بناخب بديل. هذا يعني أن المواطنين الأمريكيين المؤهلين للتصويت لا يحسمون نتائج الانتخابات العامة إلا على مستوى الولاية، أما على مستوى الولايات المتحدة ككل فيحدد النتائج أعضاء المجمع الانتخابي. ولهذا السبب من الممكن أن يفوز المرشح الرئاسي بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة ولكن لا يفوز في انتخابات المجمع الانتخابي، وبالتالي يخسر الانتخابات. بشكل مبسط، في الانتخابات العامة أو ما يطلق عليها الانتخابات الشعبية، عندما يصوت الناخبون الأمريكيون لمرشح رئاسي فإنهم في الواقع لا يصوتون للرئيس، إنهم يخبرون ولايتهم بالمرشح الذي يريدون أن يصوت له المندوبون في اجتماع الناخبين. وفي أوائل يناير يتم فرز الأصوات رسمياً في جلسة مشتركة للكونغرس في مقر مجلس النواب برئاسة نائب الرئيس الذي يتولى أيضاً منصب رئيس مجلس الشيوخ، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتاً فأكثر من أصوات المجمع الانتخابي ليصبح رئيساً أو نائباً للرئيس. أما إذا كان هناك تعادل في عدد الأصوات أو أن أحداً لم يصل إلى 270 صوتاً، فإن مجلس النواب يحدد الرئيس، في حين يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس. يؤدي الرئيس ونائبه اليمين الدستورية في 20 أو 21 من شهر يناير على أن يكون يوم الأحد من العام التالي للانتخابات، ويتولى الرئيس الحكم لمدة 4 سنوات تسمى ولاية، يحق له الترشح لولاية أخرى متتالية فقط. بذلك تصبح الولايات المتحدة على موعد مع ساكن البيت الأبيض الجديد، فمن يملك مفاتيح المكتب البيضاوي يحصل على صلاحيات واسعة ويرسم السياسات السياسية والاقتصادية ذات التأثيرات الكبيرة داخل وخارج الولايات المتحدة.